بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear guests, most honored chairs, we are extremely happy to see you at our place. This event, this great Ijtima, has given us great joy to our, has brought us great joy to our hearts. Inshallah, this is not going to be the first time. We are welcoming you in our beloved Uzbekistan, and in the coming days, we hope that we are going to welcome more and more brothers of ours to our beloved country. So I'm going to introduce briefly and about today's event, and so we are going to start today's event with a brief recitation of the Quran, which is followed by a brief video clip about Sheikh Muhammad Sadiq Muhammad Yusuf. Now I would like our reciters to read from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا و
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم الضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين صلي وسلم وبارك وتكرم وتمنن وتحنن على من بعثته رحمة للعالمين وشفعته في الطائعين والعاصين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين أصحاب الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان لهم الدين اللهم اهدنا إليك ودلنا بك عليك واجعلنا من أهلك وخاصتك وجلسائك يوم القيامة اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا اللهم تجاوز عنا سيئاتنا وبدل سيئاتنا حسنات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك في هذا الجمع وبارك في هذا المجمع واجعله اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعضه تفرقا معصوما بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله. These days we are witnessing great change, unprecedented change within our republic. And we thank Allah subhanahu wa ta'ala for all the things, for all the blessings He's granting upon our nation and the Muslims of the world. And undoubtedly, behind all these things and reformation work, so all this change in reformation work is due to the efforts and contribution of Sheikh Faqih Mufassir, Sheikh Muhammad Sadiq Muhammad Yusuf. And owing to the initiatives and efforts, multi-year efforts of the Sheikh, we now these days witnessing these reform works in our country. And now I would kind of ask you to watch a brief video about these reformation work within a few years' time that happened in the last decade.
بسم الله الرحمن الرحيم. ترجمة فضيلة العلامة الشيخ محمد الصادق محمد يوسف رحمه الله. ولد الشيخ محمد الصادق بجمهورية أوزبكستان محافظة أنديجان سنة 1952 يوم 15 من شهر أبريل، بعد إكمال دراسته في مدرسة مير عرب الإسلامية ببخارى، التحق بمعهد الإمام البخاري الإسلامي العالي بطشقند، وأنهى دراسته فيه سنة 1975. وفور تخرجه من المعهد الإسلامي العالي اشتغل في مجلة المسلمون في الشرق السوفياتي، ثم أرسلته الإدارة الدينية لمسلم آسيا الوسطى وكازاخستان في البعثة الخارجية إلى كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس الغرب. تخرج الشيخ محمد الصادق من الكلية المذكورة سنة 1980 بالامتياز، حيث كان في الترتيب الأول بين الخريجين. وبعد عودته إلى بلده عين الشيخ محمد الصادق موظفا بقسم العلاقات الخارجية في الإدارة الدينية لمسلمي آسيا الوسطى وكازاخستان، وفي نفس الوقت أستاذا بالمعهد الإسلامي العالي. ثم عين الشيخ محمد الصادق نائبا لمدير المعهد المذكور فمديرا. انتخب المؤتمر العام لمسلمي آسيا الوسطى وكازاخستان المنعقد سنة 1989 الشيخ رئيسا للإدارة الدينية لمسلمي آسيا الوسطى وكازاخستان ومفتيا للجمهوريات الإسلامية المجاورة. ثم انتخب الشيخ محمد الصادق محمد يوسف في نفس السنة في البرلمان السوفياتي الأسبق، ورفع الشيخ إلى الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشوف ورئيس البرلمان السوفياتي لوكيانوف تقريرا شاملا عن حالة المسلمين في آسيا الوسطى، وطالب بمنح حقوقهم. فبعد اللقاء الشخصي للشيخ محمد الصادق مع غورباتشوف تغيرت سياسة الدولة تجاه المسلمين، ففتحت المساجد والمدارس الإسلامية وصمح للنشاط الإسلامي الواسع. وبطلب من الشيخ محمد الصادق أصدر الرئيس غورباتشوف قرارا رئاسيا بالسماح للمسلمين بالحج بأعداد كثيرة. واسترد الشيخ محمد الصادق النسخة الأصلية للمصحف العثماني إلى يد المسلمين حيث كان في المتحف القومي، وتغطية لحاجة المسلمين الماسة للمصحف الشريف أنذاك أتى بمليون نسخة من المملكة العربية السعودية ووزعها للمسلمين. قام الشيخ محمد الصادق محمد يوسف بأمور مصيرية أخرى بالنسبة للمسلمين في ذلك العهد. الشيخ محمد الصادق محمد يوسف حظي بعضوية المؤسسات الدولية التالية: عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، عضو مجلس الأمناء للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، عضو مجلس الأمناء في الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، عضو المجلس التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء والمفكرين المسلمين بمكة المكرمة، كان عضوا للمجلس الأعلى العالمي للمساجد، عضو أكاديمية مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي بالأردن. لقد تم تكريم الشيخ محمد الصادق محمد يوسف بأوسمة عديدة من الدول المختلفة، مثل جمهورية مصر العربية والجماهيرية الليبية وروسيا وغيرها. قد ألف الشيخ في نشر الإسلام وتعليم المسلمين دينهم كتبا يناهز عددها 120 كتابا، نذكر بعضا منها: تفسير القرآن الكريم المسمى بتفسير الهلال المؤلف في 6 مجلدات، شرح كتاب التاج الجامع الأصول في أحاديث الرسول للشيخ منصور علي ناصف في 39 جزءا، قد تم طبع 34 جزءا منها لعدة مرات، الوسطية منهج الحياة، الكفاية في شرح مختصر الوقاية في 3 مجلدات، شرح الأدب المفرد في 4 أجزاء، الآداب الاجتماعية، طريق السعادة الكاملة، مصطلح الحديث، أصول الفقه، الدين النصيحة وغيرها.
وقد ترجم جل كتب الشيخ إلى اللغة الروسية وطبع بعضها، وتستمر ترجمة باقي كتبه إلى اللغة الروسية والكازاخية والقرغيزية والإنجليزية وغيرها من اللغات حتى يعم النفع من علمه رحمه الله. وكان الشيخ يشرف على مشروع ترجمة أمهات كتب الحديث النبوي التسعة إلى اللغة الأوزبكية بتوجيه وتخطيط منه رحمه الله. هذا المشروع يسمى السلسلة الذهبية للأحاديث النبوية، ويكون عدد أجزاء السلسلة 50 مجلدا تقريبا. كان للشيخ محمد الصادق محمد يوسف البرامج الإذاعية في عدة الإذاعات القومية، تم إصدار الأقراص الصوتية التي قرأ الشيخ فيها معظم كتبه بصوته، وله البوابة الإلكترونية المسمى إسلام أوز، يستفيد منها آلاف من المسلمين في أوزبكستان وغيرها من الدول الأخرى. قام الشيخ خلالها بنشر العلم والثقافة الإسلامية. تفرغ الشيخ محمد الصادق محمد يوسف في السنوات الأخيرة للنشاط العلمي والدعوي والتثقيفي، ومن نشاطاته المهمة دروسه الرمضانية التي كانت تعقد في شهر رمضان المبارك في مساجد الجمهورية يوميا أثناء صلاة التراويح، يستفيد منها الجم الكثير من المصلين. توفي الشيخ محمد الصادق يوم 10 مارس سنة 2015، وحضر دفنه عشرات آلاف المسلمين، وتم نعيه من قبل مختلف الجمعيات العالمية. رحم الله شيخنا رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جنانه وتقبله في الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. I would kindly ask our Ustaz Sheikh Ibn Muhammad Sadiq to deliver his speech, and after the nasheed is following that. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa uhayyikum bi tahiyyatil Islam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشايخنا العظام، أعزائي الكرام، إخوة الإسلام، أهلا وسهلا بكم في دار الهلال، الدار التي أسسها سيد الوالد الشيخ محمد صادق محمد يوسف رحمه الله تعالى. كون زيارتكم وقدومكم في شهر ربيع الأول، الشهر الذي فيه مولد سيد الخلق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يزيدنا سرورا وسعادة. وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مباركا، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. وأهلا بكم في ديار ما وراء النهر، ديار العلماء والمشايخ والمرشدين. ولا يخفى عليكم أن هذه البلاد أخرجت للأمة الإسلامية كثيرا من العلماء والفضلاء الجهابذة، قاموا بخدمة هذا الدين والأمة والإنسانية، وأبدعوا وبرزوا في العلوم الكافة، كالإمام البخاري والإمام الترمذي والإمام الدارمي والإمام النسفي والإمام الزمخشري والماتوريدي والشيخ عبد الخالق الغجدواني والإمام بهاء الدين النقشبند وغيرهم ممن يقتدى بهم في علم التفسير والحديث والعقيدة والتصوف وغيرها من العلوم الإسلامية. ولكن بسبب الاستعمار الظلوم حرم مسلمو هذه البلاد من دينهم ولغتهم وثقافتهم وتاريخهم، كما قطعت سبل التعليم الإسلامي والتربية الإسلامية لمدة غير قصيرة. ومع كل ذلك قد احتفظ شعب هذه البلاد بتعاليم دينهم الحنيف، ولم يتركوها لتندرس وتغيب. والحمد لله، قد من الله علينا بإخراج من أبناء هذا الشعب المسلم من يتبع آثار العلماء الأجداد ويقوم بخدمة نشر هذا الدين، ومنهم والدنا الشيخ محمد صادق محمد يوسف رحمه الله، وكان ممن أقدم على إحياء التراث الديني ونشره بين المسلمين في ديارنا خاصة وفي بلاد ما وراء النهر عامة.
قام الشيخ رحمه الله بتأليف الكتب وترجمتها في العلوم الشرعية والاجتماعية، وقد خلف أكثر من 100 كتاب في العلوم الشرعية كالتفسير وعلوم القرآن والحديث والفقه والعقائد والتصوف. ومما يتعلق بالتصوف كتابه القيم التصور عن التصوف، وكتابه التربية الروحية، وكتابه النقشبندية تاريخها أورادها، وشرحه للحكم العطائية المشهورة. وقد ركز الشيخ في هذه المؤلفات على التعريف الصحيح بالتصوف وتاريخها وماهيتها، وعلى مسائل الأوراد والأذكار عامة، وعلى الطريقة النقشبندية خاصة. وكان شيخنا رحمه الله يتمنى إحياء التراث الروحي المعنوي لمشايخ التصوف وتربية النفس في ديارنا. ولله الحمد والمنة، قد نشاهد اليوم تحقيق أمنية شيخنا تحت رعاية كريمة من قبل حكومتنا، وقد تغيرت كثير من المفاهيم الخاطئة عن التصوف وأهله. مشايخنا الفضلاء، ضيوفنا الكرام، نرجو دعواتكم الخالصة لأهل هذه البلاد وهذه المؤسسة، ونشكركم على إجابتكم لدعوتنا، ونسأل الله سبحانه أن يمن علينا بدوام هذه النعم التي أنعمها على هذه الديار وأهلها، وأن يبارك لنا في قدوم العلماء والفضلاء والمشايخ لننتفع من أحوالهم وأقوالهم، وأن يجعل هذه البلاد بلاد العلماء كما كانت، ويكرم شعبها بتحقيق الإيمان والإسلام والإحسان، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Now we would kindly ask our Malaysian brothers team to recite their nasheed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم. محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه.
صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على بدر النجا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكمال الله. اللهم صل وسلم وبارك على أحضروا قلوبكم أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج مرسوم جليل نقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا أملأ به الكون نورا وأكله يتيما وأطهر وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم ترى أنواعا من فقره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم إن قيل زرتم بما واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Thank you so much. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم أيها الأساتذة الكرام. نحن ننشد إن شاء الله من قصيدة البصوري الهمزية إن شاء الله بعض الشيء ثم إن شاء الله ننشد طلع البدر معا إن شاء الله. ومحيا كالشمس منك مضيء ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء
وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم وباء وتوالت بشرى الهوات في أنقد وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى ولد المصطفى وحق الهناء ولد المصطفى وحق الهناء طالع الباب علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أشرق البدر علينا أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدور طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا مؤيد يا مجدد يا إمام القبلتين من رأى من رأى وجهك يسار
يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد حوضك الصافي المبرد وردنا يوما نشور طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع Thank you so much for the nasheed. And now I would kindly ask Brother Muzaffar to come and deliver his short speech. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli shaykhlar, aziz mehmonlar, xush kelibsiz yana bir bor O'zbekistonga, xususan Toshkentga va xususan bizning muassasamiz bo'lgan Hilol nashr majmuasiga. Bizni bu muassasamizni rahbarlari Ismoil Hoji Muhammad Sodiq tashabbuslari bilan hozirgi kunda juda ko'plab xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan ana shunday bir xayrli ishlardan biri u kishining bevosita duolari va tashabbuslari bilan Hilol Travel, demak, sayyoh turmasi ham tashkil etildi. Inshaalloh biz o'zimizni oldimizga shunday bir yaxshi maqsad qilganmizki, kelgan barcha mo'min musulmonlarga o'zimizni chiroyli xizmatlarimizni taqdim etishni maqsad qilganmiz. O'ylaymizki, biz sizni xizmatingizda bo'ldik. Yana bir bor mavjud kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr so'raymiz va doim sizlarni O'zbekistondan ko'rishni benihoya xursandmiz. Tashrifingiz uchun katta rahmat. Thank you. Now I would kindly request Ustoz Sheikh Muhammad Karim to deliver his presence. We kindly request Sheikh Qazi Rezaul Haq from Bangladesh to receive the present, please. We kindly request Sheikh Sharif Abdullah Al Husayni Al Madani from Morocco, UK, to receive our gifts, please. Now we kindly request Sheikh Dr. Muhammad Dibrajab from Syria to receive our guest gifts. Now we kindly request Sheikh Ali Abdul Qadir, UK, Malaysia, to receive our gifts, please. Now we'd like to present Mujaddidi from Pakistan to the representative, Sheikh Mustafa Kamal. Now we kindly request Sheikh Ismail bin Muhammad Sadiq to receive the guests' gifts. I would kindly request Sheikh Muhammad Habib Abdul Rauf from China to receive the present. Now, Ustaz, I would like you to welcome you, to invite you to deliver your last speech and extend your well wishes to our guests from different parts of the world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I am lost for words. How do I say? We've been together since last Wednesday. We have had a jam-packed schedule and a waterfall of spiritual emotion
we have gone into an experience of the living, visiting the living. I am very humbled by the fact that so many Naqshband from all over the world have shared this experience, and inshallah will go home with their hearts more attached to Sallallahu Alaihi Wasallam and to Allah Subhanahu Wa Ta'ala, and to spread the message of love that has been the cornerstone of the teaching of Sallallahu Alaihi Wasallam and carried by Hazrat Bahauddin Naqshbandi. I thank you for your belief in this crazy dream. It was a crazy dream. And I hope that we'll see each other again next year, inshallah. I do not know what to say. I thank you so much. And I ask the man who brought me into the path of the self, the man who taught me love, the man who made me fall in love, to read the closing dua. Sheikh Ali. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Rabbana taqabbal minna wa'afu anna wa'afil lana wa'arhamna anta maulana fansurna ala al-qawmi al-kafirin bi-hurmati siyil mursaleen bi-rahmatika ya rahman rahimin. Rabbana aftah baynana wa bayna qawmina bil-haqqi wa anta khayrul fatihin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا اتباعه ربنا وفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Before I forget, I would like to express my deep appreciation and thanks and love to the most honorable and respected mashayikh. I will not mention their names because I'm going to get emotional. And I would like to thank Hilal Travel, my dearest brother Muzaffar, and his team. They have done beyond their call of duty. They have given us more than what we asked them to do. And I really thank all of them. And with that, I now officially close the ijtima. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alameen. Wa abdalu salati wa atamu taslimi ala Sayyidina Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين حق قدره ومقداره العظيم. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ عبد الكريم وجناب الأستاذ مظفر اللذين ومن معهما الذين نظموا هذا اللقاء بل هذه الرحلة المباركة رحلة سمرقند بخارى طشقند سائلين المولى عز وجل أن يجعلها في باب القبول. وبعد هذا الشكر لابد أن يكون هناك
الختام المسك ومسك الختام، فكان هذا الجمع المبارك على ذكر الحبيب المصطفى ومديح الحبيب المصطفى في ذكرى مولده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي ختام هذه الرحلة نرفع إلى أخينا الشيخ عبد الكريم حفظه الله، بعد أن أستأذن أسيادي أهل العلم والفضل والشرف بارك الله بهم جميعا، فأقول صحيح إنها كانت رحلة لكنها كانت سريعة جدا، وكان فيها محطات رائعة، إلا أننا نرمي إلى ما وراء ذلك، فما اعتدنا أبدا أن تكون حياتنا مجرد رحلة، بل أن يكون هناك مواقف لها عظيم الأثر في حياة الإسلام والمسلمين. ونحن نقشبنديون ماذا نعني بمثل هذا اللقاء؟ علما أن هذه النقشبندية ليست على قلب واحد، فنحن إذا لم نكن، نحن أعني الموجودين هنا بالذات، إن لم نكن على قلب واحد صدقوني كما أسلفت الحديث منذ أيام، لن نستطيع أن نكون أداة وحدة للمسلمين. فينا، وسامحوني، فينا من يتعصب لمذهبه، وفينا من يتعصب لمشربه، وفينا من يتعصب لفكر ما، على أن هذه المذاهب وهذه المشارب كلها إنما هي من فيض قلب الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، سواء كانت مذاهب فقهية أو مذاهب عقدية أو كانت مذاهب في الطرق والذكر والوصول إلى الله تعالى. فإذا نحن لم نتفق على كلمة واحدة، أو على الأقل أن نجتمع على ما يجمعنا من قواسم مشتركة، ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه، والاختلاف رحمة والخلاف نقمة، ونحن نريد أن نكون دائما منبع رحمة لهذه الأمة. والله يا أيها الإخوة، إذا انتهى هذا اللقاء دون أي نتائج ترضي الله تعالى ثم ترضي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لنسألن عنه بين يدي الله تعالى. بإمكان كل واحد منا أن يذهب برحلة إلى أي بقعة في الدنيا، ونحن ما أتينا نقصد زيارة القبور فحسب، انتبهوا، لأنه كما تعلمون لا تشد الرحال إلا إلى مسجد سيدنا رسول الله والمسجد الأقصى والمسجد الحرام، وما شددنا الرحال إلى هنا من أجل زيارة قبور، على أننا نجل أولياء الله ونحبهم ونقدسهم رضي الله عنهم، ونعتقد بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن هذا اللقاء ينبغي أن ينبثق عنه أمور يكون لها ما بعدها من جمع كلمة المسلمين، كل المسلمين دون استثناء،
وأن نحمل نحن النقشبنديين أن نحمل راية جمع الأمة، وإذا استطعنا أن نقوم بذلك نكون عند ذلك قرة عين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نريد أن نكون مسلمين وفق الكتاب والسنة، لا نطمح إلى صوفية تشطح، ولا نرضى بسلفية تنطح، كما قال الأستاذ الدكتور عصام بشير وزير أوقاف السودان الأسبق رضي الله عنه، بارك الله بحياته. نحن نريد إسلاما وفق الكتاب والسنة لا يختلف عليه أحد، وذكرنا سواء كان قلبيا أم جهريا لا يختلف عليه أحد، لطالما كان له مرجعية من كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعود فأقول لأخي فضيلة الشيخ عبد الكريم، نتمنى هذا اللقاء وما سيليه فيما بعد من لقاءات أخرى أن ينتج عنه بإذن الله عز وجل قرارات يكون لها كبير الأثر في وحدة صفنا ثم في وحدة صف المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نسعى دائما لإدخال السرور على قلب سيدنا رسول الله، خاصة ونحن في ذكرى ولادته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا معصوما. اللهم ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من أزواجنا وأولادنا وذرارينا وأحبابنا والمسلمين أجمعين شقيا ولا مطرودا ولا محروما من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زد القائمين على هذا الملتقى فضلا على فضل وهمة على همة. اللهم تقبل منا ومنهم، واغفر لنا ولهم ولمشايخنا ووالدينا وأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، واجعل هذا البلد سخاء رخاء وعامة بلاد المسلمين بسر اسم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسر الفاتحة. Thank you so much, dear Ustaz. Now, in closing, we would like once again to extend our thanks to you all, and may Allah bless you and keep you under His protection. And in closing, we have prepared Hatm al-Quran, and we are now requesting our brothers to recite the Quran, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم نور قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وتولنا والمسلمين بعين عنايتك الخفية، وعافنا والمسلمين من كل بلاء وبلية. اللهم الطف بأمة نبيك محمد كرامة لنبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واجمع كلمة علماء المسلمين وكلمة حكام المسلمين على ما يرضيك عنا وعنهم يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فنجنا منها غير مفتونين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، نلقاك وأنت راض عنا مولانا رب العالمين. ثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على محبتك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على محبة نبيك ومحبة أوليائك وأصفيائك، واجعلنا قرة عين لنبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، وأصلح ذات بيننا، وانزع الحقد والحسد والبغضاء من بيننا، واجعلنا إخوة متحابين فيك، وحل بيننا وبين معاصيك. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد كرامة لسيدنا محمد، ورد العرب والمسلمين إلى دينك وقرآنك وسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ردا جميلا، ولا تجعل لأحد من أعدائهم عليهم سبيلا. اللهم اجز نبينا المصطفى عنا أفضل الجزاء، اللهم اجزه عنا وعن جميع العالمين أفضل الجزاء، واجز آل بيته وصحابته وخلفاءه ومشايخنا ووالدينا ومن أحسن إلينا أفضل الجزاء، واغفر لنا ولهم وللمسلمين أجمعين بسر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسر الفاتحة. Mmm.